بما أننا دايما في المدارس المصرية اليابانية نسعى في تحفيز القيم والمبادئ الإنسانية لدى جميع الطلاب وتشجيعهم على التفكير الإيجابي والعمل الجماعي واحترام الآخر، قررنا تشاركونا في مبادرة الأخوة الإنسانية، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 فبراير اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها كل من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وهيحتفل المجتمع الدولي سنويا بهذا اليوم ابتداء من عام 2021، وده لأن العالم بيشهد زيادة في كمية العنف وخطاب الكراهية والتعصب الديني، وعلشان نواجه كل الحاجات دي لازم ندعم مبادرتنا اللي بتشجع على التضامن والوحدة بين الأفراد وبروح تتسم بالأخوة الإنسانية، ونحتفل بهذه المبادرة بقيامنا المشتركة في تقبل الآخر والانفتاح والتعاطف وإظهار الحب تجاه جميع البشر. في انتظاركم تشاركونا مبادرتنا عن الأخوة الإنسانية. إطلالة سريعة على وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصدرها الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان برئاسة الأخ العزيز البابا فرانسيس. وقد كانت البواعث الإنسانية المشتركة هي نقطة الانطلاق التي شجعتنا على أن نتحدث سويا وبلغة إنسانية واحدة إلى العالم أجمع. واليوم نحتفل معا بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية